السلام عليكم، وياكم سام السويدي في البودكاست. بعد عليكم أقول مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي والعين الإماراتي. انتهت نتيجة الذهاب بنتيجة 4-2 لصالح العين. صحيح أن العين عنده أفضلية، ولكن الهلال ما غاب عن التسجيل، أقل شيء هدفين في المباراة، أو خلونا نقول من هدفين إلى 4 أهداف. هاي تقريبا معدل التهديفي للهلال. وعن المواجهات المباشرة بين الهلال والعين في الرياض، لعبوا 6 مرات، الهلال فاز في 5 وتعادلوا في مباراة. سجل الهلال 12 هدف واستقبل هدف واحد فقط. أتوقع المدرب يلعب نفس التشكيلة في مباراة الذهاب. أبرز الغيابات، محمد عباس ما راح يشارك بسبب تراكم الإنذارات. هذه العناصر اللي يمكن راح تشارك في مباراة الياب بدل من اللاعب محمد عباس. عندنا أحمد برمان، فلاح وليد، خالد البلوشي، سلطان الشامسي، وسعيد جمعة. الاحتمالية الأكبر مشاركة أحمد برمان أو فلاح وليد. إذا شاركوا بيكونون لاعبين ارتكاز، فيحيى نادر بيلعب مكان محمد عباس. إذا لعب خالد البلوشي أو سلطان الشامسي، اتوقع بيلعبون مكان محمد عباس. والخيار الثالث اذا لعب سعيد جمعة بيلعب في مركز بندر الاحبابي، وبندر راح يلعب مكان محمد عباس. هذه كلها مجرد توقعات. العين بيلعب بضغط عالي وبيعتمد على المرتدات بسرعة اللاعب سفيان رحيمي وتمريرات اللاعب كاكو، وفي لاعبين بيساندون رحيمي، فكانت في مساندة هجومية من بعض اللاعبين محمد عباس، بلاسيوس، وإيريك. من وجهة نظري أفضل بديل للاعب محمد عباس اللاعب يحيى نادر. شو اللي متخوف من المباراة؟ إيريك وخالد الهاشمي. أتمنى من هاللاعبين التركيز، وإن شاء الله يقدمون مستوى طيب في مباراة الإياب. وعن الهلال، متخوف من العرضيات، وهذه نقطة ضعف العين في العرضيات. وإذا الهلال لعب نفس تشكيلة الشوط الثاني بتواجد مالكوم، سافيتش، سالم دوسري، والشهري، أتوقع الهلال هجوميا بيكون أفضل. هل العين قادر أن يحقق أول انتصار في الرياض؟ ومن راح يتأهل للنهائي؟ أبغي أشوف تعليقاتكم. باكر إن شاء الله بيكون في فيديو ردة فعلي لمباراة الإياب. مباراة صعبة، أتمنى توفيق للعين، وبفرح إذا تأهلنا، وإذا تأهل الهلال بنبارك له، ناخذها بروح رياضية. وبالتوفيق للعين إن شاء الله، قدم مباراة كبيرة وفانا التأهل للنهائي. ألتقي بكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. في أمان الله.